يا بنون تعشيني يقرى الدايم مطينة هرهبي تنبر مرامة ماطي تلكيخ ورامة نشرب رخاق شمية سطايا القلاط بارية خبني سنين وطامة مطين والكيخ ورامة خبني سنين وطامة مطين والكيخ ورامة فخر يدربي المقاتلين واحد المقاتلين اللي هذا المثل بدي انه اخني لك سعر تشتخ ولك سعر لازم يوضح تواصل بحياة وهذا فخر اللي نقضي له مقاتلين ام بي وحدات حماس من الاول ومحررها بغدادي هذا جزء من تحريري جزء أساسي للتحرير بأنه أخني وحدات حماسة دائما مثل أعلى بالأخلاق وبالتضحيات وبالبطولات برفع ريشة كله بغداد وكله سوري وتاوخ مثل أعلى ومتوخخ بأنه أني شباب بغداد ديك ما تيوى على إسطنبول لا أخني ثم تخلم إيدة عدو بغدادة وأخني بالصين أخلم عند لها وقلت لهم استعداد تبلخ دمة في سبيل رفع رايد سوريتوث أولا وتاوخ في مقدمة سوريد عراق وإن شاء الله بتاوي مثل أعلى وآلي خطوة لا بتعقبالها آلاف الخطوات أو طبعا بدي هرق أنا تناشم لازم تدو حمل يعني اللي قادم حملة وحملة الحيل يعني تتش النقصور يعني لم حملة خير خطرية خاطر بغداد بغداد قصيرة ما يكن وحدات حماية الثانية وجماعات نجمات اللي حزن لنا بالقصري وبدأ مش طافة ولحد الآن كنا نجمات اللي بسخوص ربط هذا بغداد الله بأنه أول عائلة جالة البغداد واخني بحماية ام بي يو وان شاء الله بتاوع حصن كلين غديداي داخل بغداد وزاد بي وهو مطمئني بالنسبة للأمن واستقرار بغداد دلالة أن المواطن البغدادي متمسك بأرضه ولنا شرف نحن أن نكون خدام البغداد نقدم كل ما في وسعنا وبإمكانياتنا وبطاقاتنا الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن أرض الوطن اللي هي أرض بغداد ونقول لأهالي منطقة بغداد وخاصة المهجرين خارج القطر أن يعودوا إلى بلدتهم لأننا نحن الأصلاء في هذا البلد وربطي هذا كل ماله وده بغداد خاصة وإن شاء الله بغداد نحو التقدم واستقباله مش أفضل مسابقا إن شاء الله وفعل ريشن أخونا غزوان بعدي ثلاثة دثيلة البغداد وإن شاء الله كلنا نحن نتوخ بغداد وغدايدة إن شاء الله ما زلت بتخيا بورا ينمطر ريا رخيا نشرب رمرامة وشميل الكخ ورامة قطاري بانا وشيتا بشوهر الروش دليتا وشجوان قاقالي رامة منطي للكخ ورامة